بهذه الطريقة استعاد سكان تينبذار والمناطق المجاورة في سيدي عيش بولاية بجاية فعاليات النسخة الأولى للمهرجان الوطني المخلد للذكرى 630 لرحيل الفقيه والعلامة أبو زيد عبد الرحمن الوغليسي مؤسس مدرسة الفقه التي ظلت آثارها مدوية وبارزة عبر قرون من الزمن. L'objectif c'est de faire connaître ce grand savant, ce grand jurisconsulte. Faire en sorte que Ewaraouna il y ait des références, un référent. Pourquoi la khatar metchien? Parce qu'il a été mufti nar, qu'il a été cheikh al jamaa Gulfgeit, mais en raison donc de sa contribution scientifique et de sa dimension spirituelle. Al mufassir al usuli al muhaddith عبد الرحمن الوغليسي شيخ الجماعة وعمدة أهل زمانه له عدة مؤلفات من بينها الجامعة في الأحكام الفقهية على مذهب الإمام مالك والمعروفة بمقدمة الوغليسية أو المذهب الوغليسي نسبة إلى ذات المنطقة التي ترك فيها بصماته. الإنسان يخدم من الفتاوي تروحون تقشر قلغار وقلافريك الفتاوي يخدم الإمام الخطب العيد المناسبات الأعياد احمد يغرى على كل حال العلوم الفقهيه سي تا جوريس كونسلت اذا نتسع يخدم تعرفي ثنات وغليس من سما تعرفي ثنات وغليس لا جوريس بريدونس يخدم اذا نتسع يخدم يخطط يتمور القبائل لاوت الى باسكابيلي لوربانيزم دي فيلاج كابيل. المهرجان شهد حضورا جماهيريا غفيرا منهم شيوخ الزوايا وكذا اساتذه جامعيين ودكاتره مختصين في علم التاريخ والحضاره اضافه لنخبه من الشباب